حياكم الله من جديد. لا شك أن الحالة النفسية للفرد قد تؤثر عليه في بعض جوانب حياته، ومع كل التقدم العلمي في الطب النفسي إلا أن هناك بعض الدراسات والنظريات التي أكدت أن الإيمان المتأصل بالله لدى الشخص هو من الأمور التي تجعله أكثر طمأنينة وتخلق في داخله راحة نفسية. لذا كيف يؤثر العلاج بالقرآن على ذات الشخص، وما علاقة ذلك بالعلاج النفسي؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه مع ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي والأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب. حياك الله بروف. يا مرحبا جمال. يا مرحبا بالأحبة والسادة المشاهدين. الله يحييك. بداية خلينا ناخذ المدخل العام بروفيسور حول علاقة العلاج النفسي بالعلاج بالقرآن، هل هناك علاقة بينهما؟ العلاقة بين العلاج النفسي والعلاج الديني إجمالا، لأن قبل العلاج بالقرآن كان هناك علاجات روحية أخرى سابقة، بدأ من بداية الإنسان المبكرة، وكان يعتقد أن أرواح شريرة تدخل في نفس الإنسان وفي عقله، فكان يستخدم المسمار والمطرقة ليطرق رأس الإنسان ليخرج الأرواح الشريرة بداخله. بدأ التطور في علاقة الإنسان بالأمور الروحية والنفسية في عهد جالينوس وأبوقراط قبل 400 سنة من الميلاد و200 سنة من الميلاد على التوالي عند الاثنين، وبدأوا يتكلمون عن هذه الأمور، ثم تطور الأمر شيئا فشيئا حتى جاءت الحضارة الأوروبية، ثم انتكس في فترة مؤقتة في فترة العصور المظلمة ما يسموها عندهم، وإن كانت عصور النور عند الأمة الإسلامية. تدهور مرة أخرى في أواخر الدولة العباسية، وزاد في عهد دولة السلاجقة، ثم ازداد في بداية العهد الدولة العثمانية، ثم عاد لينتفض مرة أخرى في 200 سنة الماضية، حتى تحسنت العلاقة في النظر بين الأمور الروحية والأمور النفسية. العلاج بالقرآن أحدها، ولذلك كان لزاما أن تحرر هذه المسألة وأن ينظر إليها. يأتي المعالجون بالقرآن فيجعلون أن القرآن هو العلاج الوحيد، لا شك أنه شفاء، لكنه أحد الشفاءات، فمن نزل القرآن هو الذي خلق الدواء، فكلها فيها الخير والبركة. يأتي معارضون فينكرون القرآن جملة وتفصيلا، فيقولون أنه كتاب عقيدة ودين ودعوة، وينكرون دوره العلاجي أو ربما البركة. يأتي آخرون من المعالجين بالقرآن ويقولون أنه علاج، أو نسيتم يا قوم أنه ربما يكون أيضا وقاية. إذن تحرير هذه المسألة مطلب أساسي، حاولت أن أحرره في برامج متعددة، منها هذا البرنامج الكريم وفي مؤلفات سابقة. إذن وفقا لذلك بروفيسور، هل يعد القرآن علاجا لكافة الحالات والأمراض النفسية؟ ما أروعك، هذا الأمر لم يحرر شرعيا أن القرآن علاج لكافة الأمور، هذا شيء. الأمر الآخر هل نستخدمه؟ أنا في نظري أن العلاج بالقرآن يجب أن يستخدم في كل علة عضوية وعلة نفسية وعلة روحية على شكل دائم، لكن لا يستخدم بمفرده. فإن كان علة نفسية جمعنا معه الدواء النفسي أو الجلسات النفسية، وإن كانت علة عضوية جمعنا العلاج الجراحي أو الباطني أو غيره، وإن كانت علة روحية ركزنا على العلاج بالقرآن ولا نستوحد أو نستفرد به، وإنما نضيف إليه الدعاء وغيره. إذن هو لون من ألوان الشفاءات، ولا نجعله شفاء فحسب، بل حتى وقاية، ولذلك أذكار الصباح والمساء وغيرها. إشكالية أمتي يا سيدي، هل نعالج بالقرآن أم لا نعالج؟ وإشكالية من يضاده، الدواء أو لا؟ يا سيدي لماذا نضيق واسعة؟ نعالج بالدواء، بالجلسات النفسية، نعالج أيضا بالدواء الجراحي، بالعلاج الاجتماعي، وبالعلاج بالقرآن نفسه. لكن المشكلة يا سيدي في العلاج بالقرآن أنه لم يقننا مثل كبسولات المضادات الحيوية. المضاد الحيوي 5 أيام أو 7 أيام، مرتين، 3 مرات باليوم. وهنا الإشكالية في عملية التقنين، لم ترد في أطروحة الكتاب والسنة، اجتهد بها بعض الفضلاء. لا نرفض الاجتهاد، لكننا أيضا نريد إثباتا علميا أو شرعيا لذلك الاجتهاد. من وجهة نظر نفسية بروفيسور اليوم، هل يمكن أن يتأثر أناس بدلا عن أناس عندما يتعالجون بالقرآن، خصوصا إذا كان لديهم أمراض نفسية؟
في تقييمي يا سيدي إنها أربع قوى: القوة الروحية لدى الراقي، والقوة النفسية لدى الراقي، بعض الرقاة تحس عيونه قوية وإيحائية بشكل كبير، ثم القوة النفسية لدى المرقي عليه، والقوة الروحية لدى المرقي عليه. القوة الروحية لدى الراقي هو قناعته بهذه الآيات التي يقرأها وشدة تأثيرها قناعة إيمانية. القوة النفسية شخصيته، كاريزمته الإيحائية. عند المرقي عليه كلما كان روحيا أقوى قناعة بالآيات، وكلما كان نفسيا أضعف، على عكس ما تظن، فإنه سيتقبل أكثر، لا لضعف نفسه وإنما لقبول ذلك الإيحاء. فيوجد الإيحاء من ناحية الذي يسهل العلاج، وتوجد القناعة الروحية التي تؤدي إلى تلك البركة. هذه الأمور على بعضها مصحوبة بالعلاج الدوائي أو الجلسات النفسية حسب العلة المرضية، أو حتى لو كانت علة عضوية، هنا يتكامل العلاج من أطرافه المختلفة. ثانية، لأمتنا أقول: لا تقتصر على لون من ألوان العلاجات. كنت متدينا صالحا تقيا تلجأ إلى القرآن وحده، أخطأت. فسيدي صلى الله عليه وسلم حينما لدغته عقرب ماذا قال؟ لأن الله العقرب لا تدع أحدا. ثم طلب ماء وملح، وهذا علاج مادي، وقرأ سورة يا قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذن جمع العلاج الروحي والعلاج بالقرآن، وهو العلاج بالقرآن، وجمع ما هو العلاج المادي وهو ما يماثل الدواء. غالبا لدى الرقاة وتحديدا عند القراءة على الشخص الذي يظن أن به مس، هناك لغط وهناك جدل حول ما إذا كان هذا الشخص يعاني من الصرع أم من المس أم يعاني من مرض نفسي بشكل عام. سؤالي: هل هناك فرق بين الصرع والمس، وهل لكل منهما أعراض معينة يمكن أن يستدل عليها الطبيب؟ جميل. بالنسبة للصرع في تصنيفه ثلاث أنواع. أولا الصرع العضوي. ما هو الصرع العضوي؟ حالة من التشنج، حركات منتظمة معينة، وهي أنواع، لأن في من أنواع الصرع غير الصرع التقليدي لتشنج مستمر ثم زبد من الفم ويسقط مثل الخشبة ويفقد التحكم بمخارجه. هناك نوع من الصرع الأصغر إن صح الترجمة، البيتيمال إبليبسي، هذا ممكن طالب وهو نازل مثلا، وأنواع كثيرة عفوا، والمايكرونيك جيرك هزة كذا أحيانا أو ما شابهها، وهو مشي كذا يفصل فصلة صغيرة ثواني ثم يكمل، ما تحس فيه، تكلمه ما يرد وراه هذا السكت، الله هذه قليل حياة، وهو لا، نوع من أنواع الصرع، وهي أنواع كثيرة. هذا يشخص عن طريق تخطيط الدماغ، وأحيانا بالتخطيط لا تجد شيء، لكن الأعراض الكلينيكية تكفي للتشخيص العضوي، وهنا خبرة الطبيب، طبيب الأعصاب تحديدا. الصرع الثاني هو الصرع النفسي. ما هو الصرع النفسي؟ يسمى نوبات الهستيريا صحة العبارة، هي نوع مشابه للصرع العضوي لكن الحركات غير منتظمة، وهو يسقط، ما يسقط مثل الخشبة، يسقط هكذا شوي شوي عشان لا يؤلمه شيء، يطالعك وهو يسقط، غالبا يصير فيه مشكلة قبلها تماما، لا يفقد التحكم بمخارجه ولا ينجرح أثناء السقوط. قد يجتمع لونين من ألوان الصرع، يعني أنا لو جاني صرع عضوي شفت اهتمام أهلي ربما أحيانا أسوي صرع نفسي لكي أجذب اهتمامهم. هي حالة وسطى بين الشعور واللا شعور، أو بين subconscious تماما والunconscious إن صحت العبارة، ولذلك يتقلب الإنسان فيها مع الضغوط، ولها طريقة علاجية عن طريق الابرياكشن، أحيانا عن طريق بعض التنويم الإيحائي الذي كان يسمى التنويم المغناطيسي قديما، والآن تطورت طرقه عن طريق جلسات العلاج النفسي. الثالث ما يسمونه صرع الجان، وهذا هو الذي سبب مشكلة لأنه غير معرف، ويستندون بقوله تعالى: الذين يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنا هنا ليس هذا تقسيمي، وإنما أجمع ما سمي بالصرع، فقلت الصرع العضوي يسميه أطباء الأعصاب، الصرع النفسي ونحن ما نسميه سيدوبليبسي، وهناك ما يسموه الرقاة صرع الجان. إذا جئت للمس، لم يرد في القرآن إلا في ثلاث نصوص، وأجاء في النصوص هذه بثلاث معان مختلفة. المعنى الأول في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم معرضون. هنا تأتي بماذا؟ بمعنى الإغواء، يأتي يغويه بشيء فيقاومه. جاءت في سورة صاد:
في حديث على لسان سيدنا أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني هنا آذاني بمعنى الأذية، وجاءت في الموضع الثالث بالقرآن في سورة البقرة: الذي يقومون كما يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. عذر لخبط في الآية. هنا كلمة المس هي قضية الخلاف، كيف يكون المس هنا؟ وهذا الذي أدى إلى صراع في الأمة، وهو محط حديث يطول معك. هل يمكن أن يكون للجن سلطة وتحكم على أعضاء الإنسان، أو حتى يعني التحكم فيها بشكل مطلق؟ أسمع منك الإجابة إذا سمحت للبروفيسور بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود بقى معنا. أهلا بكم من جديد، حديثنا عن العلاج بالقرآن والعلاج النفسي مع البروفيسور طارق الحبيب. قبل الفاصل البروفيسور كنا نتكلم عن هل يمكن للجن أن تقوم بالتحكم بأعضاء الشخص، بيده، بلسانه، بعينه، بجسمه كاملا. السؤال عن الجن لا أدري من هو المتخصص فيه، هل هو الطبيب النفسي أم الطبيب العضوي أم هو الشيخ؟ فحقيقة ما في تخصص نقول هو الجن هو الأولى بالتحكم به، ولذلك أنا أتكلم بشكل عام في نظرتي. ما هو الصرع؟ كلمة صرع، أنا وياك تصارعنا يا جمال، احتمال أصرعك واحتمال تصرعني، زي المصارعة. ولذلك لو تصارع الجن، والجن كجن هو حقيقة لكن المبالغات في تصور تأثيره، يجب أن نفرق بين الثنتين. ممكن يصرع الإنسان، ممكن الإنسان يصرعه، لكن قابلية أن الجن يصرع الإنسان أكثر. لماذا؟ لأني لا أراه وهو يراني تماما. مثل لو أنت تصارع واحد كبير ضخم، قابلية أنه يصرعك أكبر لأن عضلاته أكبر. هذا أنا أعتقد أنه حوار فلسفي ويطول الحديث فيه. حينما تأتي لآيات القرآن والأحاديث النبوية، كل الكلام الذي تكلموا فيه عن الدخول في الأحاديث، أغلب هذه الأحاديث ضعيف، والأحاديث التي تكلمت عن التأثير أو إمكانية التأثير بعبارة أدق فبكثير منها صحيح. إذا إمكانية أن يؤثر الجن على الإنسان، ممكن الإنسان يؤثر على الجن كأي اثنين. الغبار ممكن يؤثر عليه، ممكن يجيب لي حساسية، وممكن ما يؤثر عليه ولا يجيب لي حساسية. إذا تضييق الأمر بلغة الأبيض والأسود، مع أن لغة الرمادية موجودة للتفكير، هي المشكلة. يؤثر ويصرعني ويسوي فيني البلاوي كلها ولا ما يقدر عليه؟ لا، هي صراع بين اثنين قد تنتهي كذا أو كذا. إذا ما هو دوري أنا في هذا؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. دوري بماذا؟ بالأذكار، مش تحميلي من الجن. تحمي الإنسان من كل شيء غيبي لا يراه وليس في سلطته وقدرته. أنا بسلطتي التعقيم، التنظيف، حماية نفسي، عدم السرعة بالسيارة، في أشياء غيبية فيه بيدي، الحوادث، سرعة الآخرين وغيرها من الأمور الغيبية، العين أو غيرها، هنا تأثر أذكار لحماية نفسي. لكن الحوار الفلسفي الكثير يفقد هذه الأمور كما قلت لك. ويسألونك عن الروح، كأنها إشارة قرآنية، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل ترى دكتور من وجهة نظر يعني من وجهة نظرك اليوم أن الضرب، الخنق، الكهرباء هي أدوات يعني ناجعة في علاج المس أو علاج الحالة اللي تقف قدامها الراقي؟ أنا ودي أوضح ما هو الخنق. أي الخنق لما يجي الراقي يمسك هنا، ولما كنت أنا أدرس هذه الأمور عجزت أتخيلها. فرحت عند صديق جاي عنده راقي، قلت أبجي أبي يخنقني، والله سويته. وهذاك الراقي ما يعرفني، فهو سويت شلت عقالي ولبست شماغ أحمر. أنا في العادة نادر ألبس شماغ أحمر، ما تعرفني لبست، الآن لا بديت ألبسه شوي. ورحت لما دخل عندي كاني تعبان، منزل راسي لا يلقطني ويعرف من أنا. وكانت الأمر قبل حول 20-25 سنة تماما. قالوا وش فيك؟ نسيت، ما بي شيء أنا. قلت بي صداع، جاء وخنقني هنا. أنا بعرف، أنا أصلا طبيب جراح قبل ما أكون طبيب نفسي، بكالوريوس طب وجراحة، مسكني من مكان عرفت المكان. هنا في شرايين تخرج إلى الرقبة، الشريان التاجي، ويطلع ويقسم إلى شرايين، أنا ما أقدر أترجمها بالعربي تماما، تصعد هنا إلى الرقبة. هذه الشرايين
تنفصل إلى شريانين هكذا. هنا منطقة تسمى الباروريسبتورز. منطقة الباروريسبتور هذه زي ما تسميها نهايات عصبية أو ما شابه ذلك، ترسل رسائل إلى الدماغ، من هنا إلى الدماغ، منطقة اسمها الفازوموتور سنتر. الفازوموتور سنتر مسؤول عن ضبط الضغط في القلب. فلما أنت تجي تضغط من هنا على هذه المنطقة، هذه المنطقة غبية لا تدرك، تحسب الدم زايد في الشريانين هذه، بتحسبها مضغوطة وهو الضغط جاي من برا. ترسل رسالة الفازوموتور سنتر، هذا اللي مسؤول عن ضبط الضغط ضخ القلب، يا قلب هدي. القلب يهدي، يبدأ ينتفض المقروء عليه. لما ينتفض ويجي هذه الحركة، القارئ يحسبه الجني بدأ يطلع في دوس أكثر. ترسل رسالة هذه الاطراف العصبية ونهاية العصبية للفازوموتور سنتر حق ضبط الضغط، يا القلب أنا قلت لك حد الله يطول لي عمرك، ارجع، ويهدي أكثر ثم يغمى عليه. نفسها هي المسكة المنومة في المصارعة الحرة. هذه العضلة تضغط هنا وهذه تضغط هنا، ولذلك ما هو تمثيل ترى مثل المسكة المنومة في المصارعة الحرة، لا حقيقة. إذا يطوخ دوخ يطيح، يعود الماء الدم تدريجيا ثم يقوم ذلك الإنسان. فالخنق هذه فكرته، ليست جن وليست شيئا آخر. قالوا في مسألة الضرب أنه يضرب ويقوم ولا يحس بشيء. يا جمال، حتى اللي بالبنج لما تضربه يحس بشيء، يقطع ما يحس بشيء. الإنسان أثناء الضرب أثناء الرقية يدخل بعضهم في حالة نفسية من اللاشعور، ولذلك لا يحس لا بالكلام ولا بالضرب ولا غيره. يقول الضرب ما وقع عليه، لما يقوم تلقى أثر الضرب، فوقع عليه، وقع على المضروب. أنا بجيك على الضرب، لكن في نقطة مهمة يعني استثارتني قبل شوي تحدث عن الخنق. في بعض الأشخاص لما يقرأ عليه الراقي وهو جالس بعيد عنه ينتفض ويسوي حركات، وممكن يطلع زبد من فمه، ممكن يسقط وما يلمسه. أي هذا الصراع النفسي. أي هذا كتكلم عنه الخنق، هذا اللي بيطلع الجني. أي هذا الانتفاض هذا يسمى الصراع النفسي عندنا في تصنيفنا تماما، غير الصرع العضوي اللي يجي بتغير كهرباء الدماغ. هذا الصرع النفسي، وغالبا عند أصحاب الشخصية الإيحائية الهستيرية الاستعراضية، أو عند الناس اللي عندهم قناعة كبيرة بهذا الراقي تماما يصاب. يعني أنت يا جمال لو رحت تقعد تطالع تثومت، مع السلامة يا جماعة، ليس نقصا في كتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن زي ما قلت هي أربع عوامل تؤثر جميعها بشكل أو بآخر حينما تتصارع مع بعضها أو تتفاعل مع بعضها. بعبارة أدق سنفصل أكثر، لكن اسمح لي أن نعود مجددا فقط إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. بروفيسور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الخنق واستخدام الكهرباء، وذكرت أنه في بعضها يعني بسبب استخدام الرقاه لمناطق معينه في جسم الانسان وبالتالي يبرز هذا الاثر، او انه من خلال الصرع اذا كان مصاب بحالات صرع. السؤال اللي يتبادر لذهني امانه الان، هل يصاب الصالحون والاتقياء بامراض نفسيه؟ يمكن ان يصاب الصالحون والاتقياء بالامراض النفسيه، وهذا يقودنا الى موضوع ما الفرق بين الامراض النفسيه والروحيه. الامراض النفسيه تغيرات كيميائيه قد تكون لها أحداث معينة تؤدي إليها، وفي الغالب أسبابها وراثية. فقد يكون إنسان صالح تقي مورث له مرض معين ويأتيه في عمر معين، فلا تعارض بين أن تكون تقيا صالحا وأن تصاب بالأمراض النفسية. الأمراض الروحية أو المشاعر الروحية الكئيبة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، الخواء الروحي، الشعور بالملل وليس ملل الكآبة أو غيرها، هذا شيء. والأمراض النفسية لا أعراض محددة، كل مجموعة أعراض لها مسمى معين. فلذلك لو كنت تقيا ومؤمنا غاية الإيمان أيها الإنسان، كما أنك لا تحرم نفسك من مبضع الجراح، فلا تحرم نفسك من دواء الطبيب إن كانت حالتك تستدعي الدواء أو ربما الجلسات النفسية. هل يتعرض أعود ثانية لو سمحت إلى مسألة استخدام الحرق أو غيره؟ هذه اجتهادات محدثة من بعض المعالجين بالقرآن، وأنا هنا لست مدافعا عن الأطباء النفسيين ولست مدافعا عن المعالجين بالقرآن، بل مفكر يتأمل هذا وهذا. لم يرد في الطرح النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق أو ضرب، في أحاديث ضعيفة هذا موضوع. نجي للرقاة، هذه اجتهادات من الرقاة، ولذلك كان هناك سجالا بين راقي وطبيب نفسي وطلب مني أن يكون الحكم، فجاء الطبيب النفسي قال أنتم تستخدمون الكهرباء،
يقول الراقي قال طيب أنتم تستخدمون الصدمات الكهربائية الإي سي تي. إيش الإي سي تي؟ عبارة عن صدمات كهربائية ملي أمبير خفيف جدا وله آثار جيدة جدا, وفي الطب النفسي ما نعرف حقيقة ميكانيزميات العمل. فالطبيب النفسي ذاك احتار في الرد أو كذا, فأقول لا تحجروا واسعا تماما. أنت أيها الراقي تستخدم الكهرباء إذا قام على بحث علمي, ولم يقم فلا حق لك في استخدامه لأنه ما في أبحاث تثبت هذا الشيء. تقول لي خبرتي استخدامك المتراكم لا يعتبر بحثا علميا ولا قانونا علميا, إنما رأيا شخصيا لا تفرضه على غيرك ولا تفرضه على المرضى. أما هذا الطبيب النفسي فالإي سي تي وغيرها خضعت لبرامج علمية لأبحاث علمية ثم إلى تقنين, وهذه قضية ثانية. كم مرة تستخدم الصدمات؟ 3 مرات في الأسبوع أو هكذا من هذه الطرق. إذن يجب أن ننتبه, مش لأنه استخدموا بناء على أبحاث وأنت ترتجل في هذا. واحترامي لجميع المعالجين بالقرآن, فلا أنتقد العلاج بالقرآن, إنما أنتقد الطبق الذي يوضع عليه العلاج بالقرآن في بعض أحيانه. ليش في دائما هذا الجدل يصير بين المعالجين أو الأطباء النفسيين والرقاة أو يعني العلماء الربانيين اللي يعتمدون القرآن والسنة بشكل أساسي في علومهم؟ لماذا هناك هذا السجال الدائم؟ أنا أعتقد 3 أسباب. السبب الأول أن العلماء الربانيين العقلاء تجنبوا الكلام بهذا خوفا من ماذا؟ من المعالجين بالقرآن أو ربما من الأطباء, فوقفوا بموقف المشاهد. السبب الثاني أن أكثر الذين تصدر لهذا من المعالجين بالقرآن لم يتصدر من ذوي العلم الشرعي, وهؤلاء سببوا شوشرة واستخدام المبالغات. كثير من الكلام اللي قالوه كلام طيب, لكن بالمبالغات أفسدوا ذلك الكلام. بالمقابل السبب الثالث أن بعض إخوان الأطباء النفسيين الذين تكلموا بهذا ينسفون كل شيء اسمه علاج بالقرآن, أقول بعضهم, وإذا قبلوا العلاج بالقرآن ربما مجاملة ويرفضون التطبيقات على أرض الواقع بلغة صدامية. اللغة التي نتحاور معها مع المختلف يجب أن تكون لغة حضارية في التعامل مع المختلف, حتى لو شوف أنت المختلف ما يفهم له حق يشوفك ما تفهم تماما. فلماذا الكيل بمكيالين والوزن بميزانين في مثل هذا؟ إذن هل يتعارض أنه الشخص لديه اكتئاب أو مرض نفسي بشكل عام ومعه سحر؟ التصنيف في الطب النفسي يقوم على الأعراض, يعني العرض هذا وهذا وهذا نسميها اكتئاب. التصنيف عند إخواننا الرقاة سبب الحدث سحر, سببه عين, سببه جان تماما. فأنا أقول لا يمنع, أنا لا أفترض أمتي تماما, أقول لا يمنع إن شيء سببه عين سحر جن أنا لا أدري ليس تخصصي, وربما يظهر اكتئاب شكله أو قلق أو كذا تماما. أنا سأذهب لهذا حتى لو كان سببه عين أو سحر وكذا لاستخدام الدواء سواء عقاقير أو جلسات, وأنصحه بكتاب الله مش لأن سببه عين أو سحر بل لأنه علة عامة. كذلك لو كان الشيخ يفترض أنه جن أو سحر يجب أن يتجه بأدواته التي يقولها التي ضبطها الشارع بضوابطه, ثم أيضا يقول للمريض إذا جاك أعراض نفسية استخدم الدواء النفسي, جاك أعراض عضوية استخدم الدواء العضوي. هنا تكاملنا, هنا نفس اللي أقوله أنا سيقوله الراقي ذاته, فترتاح أمتنا من ذلك الصراع الجدلي العقيم. إذا جينا نتكلم اليوم عن أيضا يعني خلينا نوسع الموضوع بما نتكلم عن السحر, نتكلم أيضا عن العين. البعض يرى وخصوصا أصحاب العين يقول لك لا بد أنك تأخذ من الأثر للعانك أو اللي انضلك زين, أو أنه يتوفى هذا الشخص فتزول العين, أو أنك يعني تتروش أو تأخذ لك شاور معين بأعشاب معينة. هل أيضا فيه العلاقة بين المرض النفسي والعين هي نفس العلاقة اللي بين المرض النفسي والسحر؟ نفس الشيء. فإذا جئنا إلى العين, نحن كأطباء عفوا الطب النفسي لا يؤمن بها مطلقا جملة وتفصيلا. لا يؤمن بماذا؟ بالعين ولا بالسحر ولا بالجن. ليش؟ هذا الطب النفسي مو بنا أصبح. طيب أنا ما قلت شيء, أنا أسألك. ما يؤمن بها لأنه علم مادي لا يقوم على الغيبيات هذه, ويعتبرها ربما رجعية. التصنيف الجديدة بدأت تذكر مثلا عملية إيش التلبس, عطته مسمى معين شبيه بمسألة التلبس, وضعته من الأعراض التي لم تحدد في هذا الشيء. لكن إجمالا الأطباء النفسيين على 3 أنواع, بعضهم يوغل إيمانا بها بشكل عجيب, وبعضهم يرفضها رفضا شديدا,
وبعضهم يؤمن بها مجاملة عند أرض الواقع ما هو عارفها، والنسبة النادرة هي التي تتأملها وتتوقف في كثير منها لأنها لا تستخدم الانفعال في التعامل معها. أنت قبل قليل قلت أنكم الطب النفسي ما يؤمن، إيه عشان ما تمسكها عليه برف، لأنه الطب النفسي إجمالا لا يؤمن. زين، بالمقابل هناك من يرى من الرقاة أو الشرعيين أو علمائنا الربانيين الأجلاء أنه أيضا الأطباء النفسيين بعضهم أصلا غير مستقر نفسيا ليتعامل مع هذه الحالة. جميل، الأبحاث العلمية أشارت أن أكثر ثلاث تخصصات عرضة للأمراض النفسية هم أطباء العيون وأطباء التخدير والأطباء النفسيين. هذا بحث قديم. العيون والتخدير أقرأ في عينك سؤال، طيب وش علاقتهم ببعض؟ ما أدري. حنا الأبحاث هي statistics، إحصائيات. صحيح تماما. والفارق بين هالثلاثة ذولا ما في فارق إحصائي يجعل ذولا أكثر من ذولا بشكل إحصائي واضح ذا دلالة واضحة بلغة البحث العلمي. تاريخ الطب النفسي في العالم العربي قديما في بعض الدول العربية كان ما يروح للطب النفسي إلا الضعاف اللي تخرجوا من الجامعة، لأنه تخصص غير مرغوب فيه. وذاك أفلام العربية ترى حقيقة نقلت صورة شبه حقيقية في بعض أجزاء ما وصفت. اللي ضعيفه وتخرج من الطب أحيانا يكون نفسيته مهي مضبوطة، وأحيانا يكون لا مكسل ما يبي الدراسة. ولذلك كانت النظارة الكبيرة والشوشة وكذا وجد، لكن ليسوا الغالبية. هذا شيء. لكن في جراحين نفس الشيء، أنا اللي زرع لي الكلية مثل هالشكل ومن أكبر جراحي العالم. لا. واللي الناس تركض له من شرق وغرب، وأنا جالي بالحظ من رب العالمين الحمد لله هو اللي سواها لي. فهذه إصراع بيزنطي. أنا رأيي أن نركز على الإنسان ولا نتعميم في مالية الوصف، الرقاة سيئين، أطب النفسيين سيئين. لا لا لا، من الرقاة من هو فيه خير، وربما العكس في بعضهم، ومن المعالجين النفسيين أيضا هذا وذاك. إحنا يعني الوقت حاصرنا، لكن أبي نشير بشكل سريع بروف إذا تسمح لي لكتابك العلاج النفسي والعلاج بالقرآن، رؤية نفسية. أي هذا الكتاب العلاج النفسي والعلاج بالقرآن. نعم. هذا ألفته من 20 سنة تقريبا. نعم. طبع لا يقل عن يعني 20-30-50 طبعة بلا مبالغة. وأكثر ربما كتاب سرق من كتبي، معنى كلمة تسرق أوقات أروح أحاضر بجامعات عربية ولا أدخل عند باب الجامعة هذا الكتاب. نعم. مرة كنت في مكتبة شهيرة، نفس المكتبة سارقته، فقلت لصاحب المكتبة هذا كتاب زين اشتريه ولا لا؟ قال لي يا أخي ممتاز ومؤلف ممتاز، وأتمنى ألقى مؤلفه تماما. آخر شيء قلت أنا المؤلف، تلخبط، فرح وتضايق. تضايق انه سارقني كتابي، وفرح انه لقاني بياخذ بقيه كتبي. قلت ابد تسرق واسرق الباقي ما عندك مشكله. احنا كنا نود الاشاره اليه 450 يعني صفحه. نعم، اللي يبغى الاستزاده حول هذا الموضوع، الكتاب طبعا موجود في غالب المكتبات ودور النشر للبروفيسور طارق الحبيب لمن اراد الاطلاع عليه. شكرا جزيلا لك. مرحبا بروفيسور لكل هذه المعلومات القيمه. ختام يا هلا، الى اللقاء.